ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة تشهده هذه الأيام أوروبا. في أول موجة حر هذا الصيف وصلت الحرارة إلى مستويات أقصاها 41 درجة مئوية في جنوب إسبانيا، أما في فرنسا فوصلت إلى 40 درجة مئوية، فيما تعرف البلاد ارتفاعا متواصلا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات اليومية إلى أكثر من 1000 حالة. موجة حر كبيرة جدا تضرب غرب البلاد مع درجات حرارة ملحوظة. الحرارة تتجاوز 40 و41 وأحيانا 42 درجة، ولا تنخفض أقل من 20 درجة في الليل، وأحيانا تستمر لأكثر من 3 أيام متتالية، ويكون الجو حارا جدا أثناء النهار ويتواصل إلى الليل. وزير الصحة الفرنسي دعا الفرنسيين بالصمود في مواجهة موجة الحر والوباء، وصرح أنه يتم اتباع توصيات المنظمة العالمية للصحة، كما أدرجت السلطات إلزامية وضع الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة. مع موجة الحر الأمر معقد جدا، وخصوصا مع ارتداء الكمامة التي أصبحت إلزامية، للأسف يجب فعل ذلك. الحرارة الآن 40 درجة وهناك حر كبير ورطوبة عالية منذ بعض الأيام، يجب أن نتأقلم، ليس لدينا خيار. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس من أن الاحترار المناخي قد يضاعف عدد موجات الحر بشكل متزايد حتى عام 2050. كما أعلنت السلطات الفرنسية رفع درجة التأهب إلى المرحلة القصوى بالمستوى الأحمر في 9 مناطق. وعرفت البلاد في الأيام الماضية مستوى قياسي من الاختناقات المرورية. تحث السلطات في فرنسا على احترام تعليمات السلامة الصادرة عنها لمواجهة موجة الحر، كما تتخوف من ظهور موجة ثانية لفيروس كورونا مع بداية فصل الخريف. فاطمة بالعيد، الغد، باريس.